مساء الخير على كل مشاهدي برنامج الطبيب. مشكلة التثدي، المشكلة دي بتقابل شباب كتير ورجالة كتير قوي، إذا كانت بقى بمختلف الأعمار، إذا كان بقى سابها تجاهلها، ابتدى بقى لما يهتم بشكله شوية بقت ظهرت أكتر، ابتدت تضايقه، لأن المشكلة دي هي مشكلة بتوصلنا لإحراج قوي قوي. طيب، بنسبة 40% من الرجالة المشكلة دي عندهم بسبب لخبطة في الهرمونات. المشكلة دي أنا أتخلص منها إزاي؟ وهل يعني لازم ألجأ للجراحة بس ولا في مثلا حلول أخرى؟ هل المشكلة دي أنا لما حلها أنا لازم لو لجأت للجراحة أقعد في البيت فترة كبيرة؟ في ناس طبعا مطلعة كلام كتير قوي إن أنا بفضل طول الوقت تعبان بعد العملية اللي أنا بعملها دي، حاجات كتير قوي بتتقال ولكن معظمها مش صح تماما. عشان نعرف ايه الصح وايه الغلط في حل المشكلة دي، خليكم النهارده مركزين معانا. بس خلينا نرحب بدكتوره دينا انس، اخصائي جراحه التجميل، عضو الكليه الملكيه للجراحين ببريطانيا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا ميرسي. بصي، خلينا في الاول كده نتكلم بصراحه، كام في الميه او يعني نسبه كام في الميه رجاله بيجوا لك وشباب عندهم المشكله دي بصراحه؟ بصي، بصراحه النسبه كبيره وبتزيد مع الوقت للأسف. في حاجات كتير غلط انتشرت الفترة اللي فاتت في حتة الجيم بالذات، والناس اللي بتعمل فورمة يبدأ الموضوع بمشروع فورمة لطيفة ينتهي بتثدي. يعني مش بس الناس اللي هي مش بتواظب على الجيم أو لا، كمان الناس اللي بتروح الجيم، هي المشكلة بتبقى إن هم على الأغلب بياخدوا سابلمنتس أو حاجات مش معروف مصدرها إيه علشان يسرعوا شوية موضوع إن الفورمة دي تحصل. حلو. معظم الحاجات دي بتبقى عبارة عن هرمونز، ستيرويد هرمونز عشان تزود شوية، أو جراث هرمون أو تزود شوية شكل العضلات ونموها في وقت قياسي. طيب، هو ده كويس، بس في نفس الوقت أنت جسمك لما هتديله الهرمونز دي من بره هيبطل هو ينتج هرمونات الذكورة الطبيعية بتاعتك، وبالتالي هيبتدي يبان عندك كذا مشكلة، من أولها من أهمها وأكتر مشكلة باينة فيهم هتبقى التثدي. في مشاكل تانية متعلقة يعني مثلا ده سبب، ولكن في أسباب تانية ممكن. أسباب ممكن تانية. إيه تاني يا دكتور؟ يعني ممكن يكون وراثي، ممكن يكون مستمنة من إيه أكتر؟ في نوع من أنواع التثدي وراثي، وده الحقيقة بيظهر في سن صغير قوي، من سن 9 سنين. بنستنى عليه شوية، لو المشكلة هديت بعد على سن 18 سنة بنقدر بعد كده بنسيبه، يعني كونزرفاتيف. لو ما حصلش إن المشكلة راحت أو قلت، نضطر بعد 18 سنة إن احنا نعمل له العملية. طيب، عملية بسيطة. خلينا نشوف مثال زي ما حضرتك قلتي، ده شكله جسمه واضح من بطنه إن ده رياضي. تمام. مش سمنة مثلا خالص. المنظر ده يعني لما جالك إيه أول حاجة قلتها له؟ احنا هنبدأ بإيه؟ جراحة على طول ولا في حاجات تانية؟ لا، هو الحالة دي رغم انها كانت كويسة، بس لو تلاحظي معايا انه وضع الحالة، ما احنا دايما عندنا 4 درجات من التثدي، هم اللي بنحدد على اساسهم طريقة العلاج. حلو. فالدرجة دي كانت ما بين الدرجة التانية والتالتة، لان مكان الحلمة قرب خالص من التانية اللي تحت الصدر، الثدي وقع خالص. وقع يعني. خالص. أوكي. بالظبط كده. في حالة زي دي كان شد الدهون بالنسبة لها كافي جدا، ما كانش شفط الدهون، عم سوري، كان كافي جدا، ما كانش محتاج اجراء اكبر من كده. حلو. يعني كان جراحه بس، شفط دهون بس حوالي 45 دقيقه، ما فيش معاها مثلا جات بلازما اللي حضرتك ده الحاله دي بالذات ما كانتش بتنصحي بيها دايما معانا في فقراتنا؟ ما فيش الحاله دي بالذات، ما كانش عنده ترهل كبير في الجلد. احنا دايما زي ما قلنا قبل كده ان الجات بلازما ده حلو في ان هو يشد الجلد المترهل لحد درجه معينه زي ما قلنا، فده ما كانش عنده ترهل كبير في الجلد، فكان كفايه قوي شيل الدهون والكمبريشن طبعا اللي بنعمله بالسديري اللي بيلبسه بعد. طيب، الحاله اللي معانا هي صعبه. تمام. فاحنا عشان كده الصوره مش واضحه قوي، لان هي تميل، المنظر يميل اللي هي يعني مش رجل بصراحه. تمام. صح كده؟ يعني لحد ما. طيب، الحل كان معاها ايه؟ بصي، الحاله دي بالذات كان اللي مخلي المنظر صعب قوي كده انه كان عنده تضخم في الغده نفسها، الغده اللبنيه، فده كان لازم مع شفط الدهون اللي احنا اتكلمنا عليه في الحاله اللي فاتت. أوكي. احنا نعمل كمان استئصال للغده دي، زي ما انت شايفه بيتم استئصالها من خلال فتحه صغيره جدا حوالين الحلمه، مش بتبان بعد كده نهائي. يعني حضرتك مش بس بتعالجي المنظر الخارجي، انت كمان لازم تعالجي لو في اي غلط جوه. هو انا مهما شلت الدهون هترجع تاني عشان في الغده؟ لا، هي الدهون مش هترجع تاني بصراحه، بس الفكره ان الغده نفسها حجمها كبير.
فمهما شلت الدهون مش هيبان المنظر لطيف الا لو شلت الغده، والحمد لله ان الغده دي ملهاش اي تاثير على الفانكشنز او على الوظائف عند الرجل. وجودها زي عدمه بالظبط، فلما بنشيلها بندي شكل افضل وفي نفس الوقت ما بيتاثرش هو خالص. عارفه ان دي معلومه بالنسبه لي انا جديده، وهي فعلا لان في ناس تقول لك اصل المنظر، طب انا هلعب جيم ويفضل يتعب في نفسه ويفضل يلجا مثلا لحاجات للليزر وشد، بس هي اصلا مش دهون، هي غده ومتضخمه. طبعا. فلازم تستأصل الغده دي. معظم اللي بيكون السبب عندهم لخبطه في الهرمونات بيكون المشكله عندهم هي ان الغده كبرت. فطول ما واحد بياخد حاجات من بره او حاجات عامله له لخبطه في الهرمونات بتاعته هيفضل المشكله موجوده لو انا ما شلتش الغده نفسها. حلو قوي. طيب الناس بقى اللي هي عايزه تعرف هل في يعني حلول تانية غير ان انا الجا للجراحه؟ تمام. زي ما قلنا احنا عندنا اربع درجات من التفادي. الدرجه الاولى والثانيه مش كلها، الاولى واول الثانيه الدرجه البسيطه منها يبقى حلها ممكن احنا نمشي كونزرفاتيف، نغير شويه في الدايت بتاعنا، ما ناكلش حاجات فيها دهون كتير لان هرمون الانوثه بيحب الدهون. فطول ما انا باكل دهون طول ما انا بزود هرمون الانوثه عندي وبقلل هرمون الذكوره. حاجات تانية طبعا تمارين في الجيم، كل ما هكبر العضله بتاعه البنش زي ما بيقولوا عليها كل ما هترفع معايا الجلد وهترفع الحلمه لفوق وهيبان المنظر الطف. فالدرجه الاولى والدرجه الثانيه البسيطه نقدر ان احنا نعالجهم بمجرد تغيير في السيستم بتاعهم مش اكتر. يعني بتديه نظام غذائي، بتمنعيه من حاجات معينه ياكلها، بتقولوا له العب رياضه معينه، خلاص دي بتروح. ولكن في درجه لازم نلجا للشفط. من اول الثانيه اللي هي اقوى شويه والثالثه. وقتها لازم ان احنا نعمل الشفط. الثالثه ساعات بقى زي ما قلنا بنزود مع الشفط ان احنا بنشيل الغده، وكل ده كلام على فكره يعني برده مش عايزه حد يتخض. بنشيل الغده، هي فتحه صغنونه جدا حوالي 2 سم حوالين الحلمه مش بتبان، والاجراء كله بالشفط تقريبا بياخد ساعه، فالموضوع مش كبير بس بيغير كتير طبعا. يعني الاشاعات اللي طالعه على الموضوع ده ان انا هفضل بفضل على طول تعبان، بفضل على طول حاسس بالم، ليه الناس مطلعه الاشاعات دي؟ بصي على طول دي لا، دي مبالغه شويه. اوكي. بس يعني خلينا صراحه مع بعض، عمليه الشفط هي مش عمليه صعبه ولا حاجه، بس انا لو شفط كميه دهون كبيره طبيعي ان انا هتوجع شويه. شكله ايه الوجع ده؟ الوجع ده لو شفط حتى الجسم كله بيبقى عامل زي واحد ما راحش الجيم بقاله كتير وفجاه بدا يروح وراح يوم لعب كل حاجه هناك، فطبعا راجع جسمه مكسر شويه. او هي التكسيره اللي انت بتقولي بس عليها كده دي. هي دي. طبعا الكلام ده بيبقى الماكسيمم بتاعه اول يومين ثلاثه بعد العمليه. مفيش عيان بعد شفط دهون تقريبا بيبات في المستشفى، الاغلب بيروح في نفس اليوم. الوجع اللي بيحس بيه ده بنقدر نسيطر عليه بشويه مسكنات قويه في اول كام يوم، وبعد كده خلاص. هو يمكن اللي بيضايقهم شويه الكرسي اللي لازم يتلبس بعد اي عمليه شفط دهون. والله انا لو في حاجه هتضايقني شويه مقابل ان انا يبقى شكلي حلو على طول، فليه لا اعملها؟ ما احنا بنتضايق كتير في حياتنا هي جت على الكرسي. والله ده في كده برضه. طيب خلينا نسال سؤال مهم قوي، لو التثدي قوي شويه تمام واحتاج لشفط وكمان شد، بتبقى الفتحه كبيره ولا صغيره وبتبقى فين؟ حلو قوي السؤال ده. عاده الحالات اللي انت بتتكلمي عليها دي بيبقى واحد كان مليان قوي وبعدين خس جامد بسرعه فحصل ترهل جامد جدا في الجلد. الترهل ده عشان اتخلص منه زي ما في البطن زي ما في اي حته ثانيه، الجلد ده خلاص ما عادش ينفع وما عادش هيلم تاني. أوكي. لازم اشيله. اشيله ازاي بقى؟ هي دي الفكره. لو كان الدرجه معقوله وحاله الجلد كويسه نرجع تاني للجي بلازما، ممكن ان احنا نشد بيت ثدي في حاله زي دي. وقتها الفتحه بتبقى صغيره تبقى بسيطه خلاص. بالظبط. طيب لو الحاله شديده شويه والترهل مبالغ فيه، وده موجود يعني الناس اللي بتخس 100 كيلو فما فوق دي بيبقى نسبه الترهل فعلا عاليه، بنحتاج ان احنا نعمل جرح محيط بالحلمه وبنضمه على الحلمه، فيعني بيبقى شكله لطيف. ساعات بنحتاج نعمل جرح تاني بالطول بس ده مش كتير قوي يعني غالبا الجرح مش بيكون واضح في اغلب الحالات. بالظبط. انت النهارده يعني نقول ايه؟ نقول حل؟ لا، هي حلول. هي حلول لكل المشاكل التثدي اذا كان بقى اي درجه منه. فانت قلت لنا كل الحلول. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، نورتينا. نشكر دكتوره دينا انس اخصائي جراحه التجميل عضو الكليه الملكيه للجراحين ببريطانيا، وانا كمان بشكركم. اشوفكم دايما على خير وسعاده.